يلا غش تكلم معي بس غش ما تسمع تمام. عدنا من جديد أحبتنا الطلبة، عدنا من جديد. الآن ننتقل إلى وحدتنا التي أمامنا الآن، بطولات خالدة. كما نعلم أن هناك من الأبطال ما سطروا، من البطولات ما تحكى وما زالت لهم الآثار الجميلة التي في وقتنا الحاضر. الآن كما نعلم من أهم الأبطال الذي ذكرهم التاريخ، من هم؟ من هم الأبطال الذي ذكرهم التاريخ؟ نتحدث معا عن عقبة بن نافع. عقبة بن نافع هذا البطل الذي سطر أعظم البطولات في التاريخ الإسلامي، وسنتحدث عن إنجازاته لكن بعد قراءتنا لهذا النص. تابعوا معنا في القراءة صفحة 86 الصفحة 86. هيا بسم الله. عقبة بن نافع. نشأ عقبة بن نافع في أسرة لها ماضي مشرف في الفتح، فأقرباؤه وعلى رأسهم ابن خالته عمرو بن العاص من أبرز قادة الفتح، فاجتمع في تكوينه الطبع الموهوب والعلم المكتسب ليكون قائدا. قاد عمرو بن العاص أحد الجيوش التي ستذهب إلى فتح الشام، فجعل عقبة بن نافع في مقدمة جيشه، إذ توسم فيه أنه سيكون له شأن كبير في الفتح الإسلامي. وعقبة بن نافع له مكانة مرموقة بين قادة التاريخ الإسلامي جميعهم، فقد مضى يحرز النصر تلو النصر حتى وصل إلى شواطئ المحيط الأطلسي، ولم تكن الفتوحات والمعارك العسكرية التي خاضها إلا وسيلة كانت الغاية منها هداية الناس إلى مبادئ الدين الحنيف وإدخالهم في رحاب الإسلام، فهو صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام واللغة العربية في بلاد الشام، واللغة العربية في بلاد شمال إفريقيا، في بلاد شمال إفريقيا، وهو الذي بنى مدينة القيروان لتكون مركزاً لنشر الإسلام في المغرب العربي. عقبة بن نافع الفهري، محمود شيخ خطاب بتصرف. الآن ننتقل أحبتنا الطلبة بعد قراءتنا للنص، هنا نتحدث عن ماذا تحدث النص عن عقبة بن نافع. كما نلاحظ أن درس عقبة بن نافع شخصية من شخصيات التاريخ الإسلامي التي شاركت في الفتوحات. فعقبة بن نافع كما نلاحظ أنه في بداية حديثنا عنه، نشأ عقبة بن نافع في أسرة لها ماضي مشرف في الفتح. لها ماضي ماذا؟ مشرف في الفتح. لو تحدثنا قليلاً، ما معنى مشرف هنا؟ ماذا قصد الكاتب عندما قال أنه نشأ في أسرة لها ماضي مشرف؟ ماضي ماذا هو؟ له إنجازات ماذا؟ ما بها هذه الإنجازات؟ هيا أحبتنا، عظيمة إنجازات هذه العائلة، كانت عظيمة. إذا ماضي مشرف أتت بمعنى، هنا نقول نشأ أتت بمعنى تأسس وعاش، تمام؟ مشرف القيام بأعمال عظيمة وكبيرة، إنجازات عظيمة. يجوز أيضا غير القيام بأعمال عظيمة وكبيرة، إنجازات أيضا نقل عظيمة، تمام؟ إذا إنجازات عظيمة، القيام بأعمال عظيمة وكبيرة، تمام. هنا فأقرباؤه وعلى رأسهم ابن خالته عمرو بن العاص من أبرز قادة الفتح. هنا
يقول أنه يوجد أيضاً غير أنه نشأ في أسرة لها إنجازات عظيمة في الفتوحات كما هنا نلاحظ، وأيضاً من أقربائهم ومن رأسهم هنا عمرو بن العاص وهو مشهور وهو من أشهر قادة الفتح، تمام؟ فاجتمع في تكوينه الطبع الموهوب والعلم المكتسب ليكون قائداً. فكان في تكوينه، ما معنى تكوينه؟ ما معنى تكوينه؟ أتى بمعنى تشكيله، الطبع الخلق. ما معنى الطبع؟ ما معنى الطبع؟ الخلق. أحسنتم، بارك الله فيكم. الطبع الموهوب. ما معنى الموهوب كما ذكرنا؟ الموهوب من لديه موهبة كبيرة، المحترف، ونقول أيضا المحترف الذي لديه موهبة كبيرة، تمام. ننتقل إلى النص الذي يليه. إذ هنا والعلم المكتسب ليكون قائدا. قاد عمرو بن العاص أحد الجيوش التي ستذهب إلى فتح الشام، فجعل عتبة بن نافع في مقدمة جيشه. في مقدمة ماذا؟ جيشه. إذ توسم فيه أنه سيكون له شأن كبير في الفتح الإسلامي. ماذا يعني مقدمة جيشه؟ بداية ورأس جيشه. بداية ورأس جيشه، تمام. إذ توسم، ما معنى توسم هنا؟ ما معنى توسم؟ أحسنتم، تأمل هنا أيضا، نقول توسم تأمل أن يكون من قادة الفتح هنا أيضا كما ذكر، وتوسم فيه أنه سيكون له شأن كبير في الفتح الإسلامي، وكما نلاحظ أنه أصبح له قيمة عظيمة في الفتح الإسلامي بذكره للتاريخ الإسلامي. وعقبة بن نافع له مكانة مرموقة بين قادة التاريخ الإسلامي جميعهم. مكانة مرموقة، ما معنى مكانة مرموقة؟ ما معنى مكانة مرموقة؟ المكانة المرموقة هي المكانة العالية، أحسنتم، بين قادة التاريخ الإسلامي جميعهم، فقد مضى يحرز النصر تلو النصر، أصبح كأنه يحرز. ما معنى يحرز؟ ما معنى يحرز؟ أتت بمعنى يحقق، أحسنتم، يحرز يحقق، يحقق النصر تلو النصر، حتى وصل إلى شواطئ المحيط الأطلسي، تمام. ولم تكن الفتوحات والمعارك العسكرية التي خاضها، نقول خاضها، ما معنى خاضها؟ شارك ودخل فيها، شارك فيها وحارب فيها، أحسنتم، إلا وسيلة. ما معنى وسيلة؟ ما معنى وسيلة؟ وسيلة طريقة، نعم. كانت الغاية منها هداية الناس. ما معنى الغاية؟ الغاية، أقول الغاية بمعنى الهدف، نعم، هداية الناس إلى مبادئ الدين الحنيف وإدخالهم في رحاب الإسلام، فهو صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام واللغة العربية في بلاد شمال إفريقيا، تمام، وهو الذي بنى مدينة القيروان لتكون مركزا لنشر الإسلام في المغرب العربي. يبدو أن هذه الشخصية كان لها أثر كبير. ما معنى قلنا هنا توسم تأمل يحرز يحقق لنراجع المعاني؟ الحنيف المستقيم الذي لا عوج فيه، الغاية الهدف والمقصد، رحاب الإسلام كنفه ورعايته، الفضل الإحسان، تمام، رحاب الإسلام كنفه ورعايته، والفضل جاء بمعنى الإحسان، تمام. ننتقل هنا أحبتنا الطلبة
نراجع ما ذكرناه عن عقبة بن نافع حتى نتمكن من استخراج الأفكار الرئيسة. في الفكرة الأولى تحدث الكاتب عن عقبة بن نافع أنه نشأ في أسرة لها ماضي مشرف. لو قلت لكم ما هي الفكرة المستفادة من الفقرة الأولى؟ ما هي الفكرة المستفادة؟ ما هي الفكرة المستفادة؟ الحديث عن ماذا؟ الحديث عن نشأة عقبة وابن نافع. أحسنتم، هنا نكتب الحديث عن سبب اختيار عقبة بن نافع قائدا وهو نشأته بين أسرة لها ماض مشرف. نلاحظ أنه نشأ في أسرة لها ماض مشرف، وحديث عن ابن خالته عمرو بن العاص من أبرز قادة الفتح، تمام، والعلم المكتسب ليكون قائدا. فهنا تحدثنا في البداية عن سبب اختيار عقبة بن نافع قادة من القوات. هنا ذكرنا في البداية والنهاية، الفكرة تربط بين البداية والنهاية، تحدث هنا والعلم المكتسب ليكون قائدا، فهنا هو سبب اختيار عقبة بن نافع قائدا في هذه الفكرة، وأنه نشأ في أسرة لها ماض مشرف كما تحدثنا، و أقرباءه كانوا من أبرز قادة الفتح، تمام. الفكرة الثانية، نتحدث عن الفكرة الثانية، قيادة قاد عمرو بن العاص أحد الجيوش التي ستذهب إلى فتح الشام، فجعل عقبة بن نافع في مقدمة جيشه، إذ توسم فيه أنه سيكون له شأن كبير في الفتح الإسلامي. فتحدث الكاتب هنا عن ماذا؟ عن مكانته بين القادة، عن مكانة عقبة بن نافع بين القادة. هنا كما نلاحظ مكانته، وعقبة بن نافع له مكانة مرموقة بين قادة التاريخ الإسلامي جميعهم، فقد مضى يحرز النصرة والنصر حتى وصل إلى شواطئ المحيط الأطلسي، تمام. هنا هذه الفقرة وهذه تكون بفكرة واحدة، الفكرة الثانية والثالثة لقصرهما، هنا سطران وهنا سطران ونص، فتبقى لهما فكرة واحدة. إذا ما كانت عقبة بن نافع بين القادة، ننتقل إلى الفكرة الأخيرة. ولم تكن الفتوحات والمعارك العسكرية التي خاضها إلا وسيلة كانت الغاية منها هداية الناس إلى مبادئ الدين الحنيف وإدخالهم في رحاب الإسلام، فهو صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام واللغة العربية في بلاد شمال إفريقيا، وهو الذي بنى مدينة القيروان لتكون مركزاً لنشر الإسلام في المغرب العربي. الآن في المغرب العربي نلاحظ أنه اتخذ المعارك والفتوحات العسكرية التي شارك فيها وسيلة، وكانت هذه الوسيلة لم تكن هدف القتال. نلاحظ أن الفتح يكون به أحياناً معارك وأشياء يتخذونها للشهرة، لكن عقبة بن نافع لم يتخذها إلا وسيلة كانت الغاية منها هداية الناس إلى مبادئ الدين الحنيف. كان الهدف هداية الناس إلى مبادئ الدين الحنيف وإدخالهم في رحاب الإسلام، فهو صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام واللغة العربية في بلاد شمال إفريقيا، وهو الذي بنى مدينة القيروان لتكون مركزاً لنشر الإسلام في المغرب العربي. إذا بناية مدينة القيروان لتكون مركزاً لنشر الإسلام في ماذا؟ في المغرب العربي. أحسنتم، هذه هي إنجازات حديث عن ماذا؟ أحسنتم، عن إنجازات عقبة بن نافع، حديث عن الإنجازات التي فعلها عقبة بن نافع، وكان الهدف منها
هداية الناس إلى الدين الحنيف. أحبتنا الطلبة، هل يوجد أي سؤال؟ أي معنى غير واضح؟ هل يوجد أي شيء؟ أي استفسار؟ أنا جاهزة للتوضيح الآن. تمام يا ملك، هذا إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام، الآن ننتقل إلى الاستخراجات التي لدينا الآن. هنا كل مرة نكون قد كتبنا الاستخراجات، هذه المرة سأرى إنجازاتكم في الاستخراج. تمام، فعل ماض من النص، هيا يوجد النص مليء بالأفعال الماضية. نشأ، أحسنتم، نكتب معا في الاستخراج نشأ. بارك الله فيكم. إذا نشأ من الأفعال الماضية، وقاد، نعم نشأ وقاد، أحسنتم، واجتمع، قاد، اجتمع، تمام، رائع، ومضى، نعم أحسنتم. عندما أقول أيضا أريد اسم يدل على العلم، اسم علم، اسم علم، عقبة بن نافع، نعم عقبة لأنه اسم شخص، بن نافع، هل الخط واضح؟ عقبة بن نافع، تمام. النص مليء بحرف الجر، شكرا يا ملك ومالك وملك، بارك الله فيكم، يوسف، رفعي، ميلاس، حرف جر واسم مجرور في أسرته، نعم أحسنتم، أيضا في رحابي، نعم رائعون. اسم الموصول، اسم الموصول التي، نعم رائعون، التي، اسم الموصول التي، نعم رائعون، والذي أيضا يوجد من الأسماء الموصولة الذي، تمام. جمع تكسير، ننتقل إلى جمع التكسير. جمع التكسير، أحسنتم أقرباءه، مبادئ، نعم شواطئ، جيوش، أحسنتم رائعون، كل جموعكم صحيحة، نعم هداية، لا هداية ليست من الجموع، معارك، أحسنتم. الآن هذا الحرف الذي تحدثنا عنه وهو حرف تحقيق وسهل، حرف التحقيق يأتي بعده فعل ماض وقلنا أنه قد فعل، ما هو الفعل الذي أتى بعد قد؟ قد ماذا أتى؟ أحسنتم أحسنتم، قد ماذا؟ رائعون، أحمد وزين ورماس وينال، أحمد أحمد، كمال كمال، قد مضى، أحسنتم، قد مضى، أقول هكذا، قد مضى، قد مضى، قد حرف يفيد التحقيق، حرف جزم، حرف يفيد الجزم، ماذا أقول عن حرف الذي يفيد الجزم هنا؟ من الحروف لم، نعم لم، مضاف إليه، اسمين المضاف إليه وسنتحدث عنه بتوسع إن شاء الله، مضاف إليه، نكرة، اسم نكرة زائد معرفة، اسم نكرة زائد معرفة، أقل كلمتين نكرة ومعرفة، قبل التاريخ ماذا جاء يا شهد؟ أحسنتي، قادة التاريخ، أحسنتي يا شهد، قادة التاريخ، نعم أحسنت يا عمر، قبل مرموقة يا عمر ماذا؟ زين، قادة التاريخ، أحسنت، حسين، تلو العزم، نصري، أحسنت، هداية الناس، أحسنت يا زين، تمام أحسنتم رائعون جدا، وأنا لاحظ مضاف إليه بالكسرة، تمام. صفة،
الصفة تصف دائماً كما قلنا لكم، الصف الجميل، مكانة مرموقة. ما صفة المكانة؟ له ما قبل ماضي مشرف، نلاحظ هنا في الكتاب، ها هي مكانة مرموقة، مكانة مرموقة، هنا مرموقة ما بها؟ هي الصفة. نعم، اسم منون، اسم منون، اسم منون، مركزا، أحسنتم، لديه تنوين، مركزا، نعم، مركزا، مشرفا، تمام، مكانة مرموقة، همزة وصل، همزة وصل، همزة وصل المعارك، أكيد يلين سوف نبعثكم كاملا إن شاء الله، همزة وصل، ها هي، هيا همزة وصل اجتمع، أحسنتم، ها هو النص أمامكم، اجتمع، والنصر، أحسنتم، هنا، رائعون، لأنها تكتب لكنها لا تلفظ، ابن، أحسنتم، رائعون جدا، نعم، الآن، أحسنت يا آدم، أصبحتم الآن تستخرجون اسم نكرة قائد لم يكن عليها أن التعريف، هناك أشياء لم نستخرجها، أحسنت حتى حرف نصر، يا أحمد رائع، أحمد الفقيه رائع، أبرز أكبر اسم تفضيل، أحسنتم، ضمير منفصل هو، أحسنت يا آدم، ها قد أنتم أصبحتم تستخرجون أشياء لم نكتبها، فهذا يدل على تميزكم، تمام. حرف تحقيق لازم يكون في قد، دائما دائما يا ملك قد، والشرط أن يأتي بعدها فعل ماضٍ، ليس أفعالا أخرى، أحيانا يأتي فعل مضارع، لم نتحدث عنه فقط. الفعل الماضي قد كان فعل قد نام هنا يدل على التحقيق. همزة قطع، أحسنت يا لوتس، أسرة. فعل ماضي ناقص كان، أحسنت. الأكبر اسم تفضيل، أحسنت يا زين، رائع. لتكون فعل ماضي منصوب، أحسنت يا آدم، منصوب فعل مضارع يحلز، أحسنت. بارك الله فيكم. بين ظرف مكان، أحسنتم. شكرا لك يا ملك. شهد هو ضمير غائب، أحسنت. المحيط الأطلسي أيضا من ماذا؟ من الأسماء المعرفة. مالك هنا حرف جزم، لم، أحسنتم. لم تكون. إذا هناك لم نستخرج أيضا من التاء المربوطة، الكلمات التي وجدت هنا تاء مربوطة، من يقول لي هنا؟ هل يوجد من الكلمات انتهت بتاء مربوطة؟ أكيد يا ليسان سوف نعرف. ما هي الكلمات التي انتهت بتاء مربوطة؟ مقدمة العربية، أحسنتم، هنا بداية النص، عقبة، أسرة، نعم، أيضا، مرموقة، رائعون، أحسنتم، قادت، رائعون، عسكرية، مقدمتي. الآن لو تحدثنا أيضا عن الهاء، الهاء، الكلمات التي انتهت بالهاء، مكانه، مكانته، تكوينه، جيشه، أحسنتم، رائعون جدا، أقرباؤه، أحسنتم، أحسنتم، له، نعم نعم، جدا رائعون، تكوينه، تمام. إذا أصبحنا نميز بين التاء المربوطة والهاء، وأصبحنا نميز أكثر بين الاستخراجات، أصبحتم متميزون أكثر. شكراً لكم أحبتنا الطلبة بتميزكم. لن نجب عن الأسئلة، لن يسعفنا الوقت بالإجابة عن الأسئلة غداً إن شاء الله. تحضير المعجم والدلالة زائد بإذن الله تعالى الفهم والاستيعاب. وإن تحدثنا قليلاً عن الفاعل، أسعفنا الوقت لنتحدث قليلاً عن درس الفاعل، فهو درس جميل جدا.
شكراً لكم أحبتنا الطلبة، بارك الله فيكم وشكراً لإبداعكم وتميزكم المتواصل، شكراً لكم.